بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حاميم عين من الرياض. صاحب هذه الرسالة ضمن رسالته 6 قضايا. يسأل ويقول: هل تقصر وتجمع الصلاة في جميع أيام الحج؟ وهل إذا قصرنا الصلاة عموما لا بد من الجمع أم يمكن القصر بدون جمع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الصلاة تقصر في السفر، والحج إذا كان قادما من بعيد فهو سفر، تقصر فيه الصلاة في يوم عرفة، في يوم التروية إذا كان نزل في منى يوم التروية، وفي يوم عرفة، وفي مزدلفة، وفي أيام التشريق في منى تقصر الصلاة في أيام الحج لمن كان قادما من سفر لأجل الحج. وكذلك حتى لأهل مكة إذا حجوا مع الناس فإنهم يأخذون حكم الحجاج فيقصرون في هذه المواطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويجمع في عرفة وفي مزدلفة، ولم يقل لأهل مكة أتموا صلاتكم، لم يقل لأهل مكة الذين حجوا معه أتموا صلاتكم. وأما قبل الحج إذا قدم الحاج مبكرا بأول العشر وسيجلس ينتظر إلى يوم التروية فهذا يتم الصلاة. إذا كانت إقامته قبل الحج في مكة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة انقطاع أحكام السفر في حقه. أما إذا قدم في صفيحة رابعة من ذي الحجة فإنه يقصر الصلاة إلى أن يفرغ من أعمال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمع فإنه يجمع في عرفة بين الظهر والعصر قصرا وجمعا، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء مع قصر العشاء، وأما في منى فإنه يقصر بلا جمع، فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجدت شيئا في الشارع في حدود 5 ريالات، هل آخذها أم أتركها، أم آخذها وأعرفها، أو آخذها وأتصدق بثمنها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يبلغ 5 ريالات فهذه لقطة، تأخذها بشرط أن تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فأنت بالخيار، إن شئت أنفقتها وإن شئت تصدقت بها. نعم. إذا كنت في الصلاة وشكيت في نسيان آية أو في أنني أخطأت في آية، ما الواجب علي؟ إذا كان من الفاتحة فلا بد من التأكد، إذا شككت في آية فإنك تعيدها، تعيد الآية التي شككتها قرأتها أو لا، لتؤدي الركن بيقين، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما إذا شككت في قراءة آية غير الفاتحة فهذا لا يؤثر، نعم، لأن القراءة الزائدة على الفاتحة سنة وليست واجبة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لأخواتي البنات الجلوس مع أزواج أخواتهم والتحدث والأكل معا، وما هي حدود ذلك، مع العلم أنهم كلهم متزوجون ومع أزواجهم ويرتدوا الحجاب أثناء الجلوس معا أو الأكل؟ جزاكم الله خيرا. أما الأكل فلا يجوز للنساء يأكل مع الرجال الذين ليسوا من محارمهم ولو كانوا أزواجا لقريباتهم، فإنهم أجانب، لا يجوز للمرأة أن تأكل مع رجل أجنبي لما في ذلك من الفتنة وانكشاف شيء من جسمها. وأما الجلوس من غير اختلاط، يجلس النساء ناحية معتزلات عن الرجال ويحصل التحدث بينهم، فهذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأشياء المسموح للخاطب رؤيتها من المخطوبة، وهل يجوز له زيارتها في كل أسبوع؟
يجلس معها في وجود محرم، وما المسموح له برؤيته منها أثناء الخطوبة، وكتاب تنصحوننا بقراءته في الخطوبة والزواج، وإلى غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالزواج. جزاكم الله خيرا. رخص للخاطب إذا استجاب له ولي المرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الزواج منها ويرغبه فيها، كالنظر في وجهها وكفيها، بشرط أن لا يكون ذلك لخلوة بينهما، وإنما يكون بحضرة وليها أو حضرة من تزول به الخلوة، ولا يزيد على هذا، لأن النظر رخصة فلا يزاد عليها ولا يتكرر ولا يخلو بها، فإن هذه محاذير عظيمة. وأما الكتاب فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة في كتاب النكاح من بلوغ المرام وغيره من كتب الحديث، وفي كتب الفقه أيضا، كتب الفقه في كتاب النكاح أيضا جملة من أحكام النكاح وأحكام الخطبة والمستحبات وما ينبغي في هذا الصدد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هذه الكتب التي صدرت عما يسمى بالزواج السعيد أو الزواج الإسلامي وما أشبه ذلك، هل لكم اطلاع عليها؟ هل تنصحون بالقراءة فيها؟ ما هو توجيهكم نحوها؟ جزاكم الله خيرا. والله لا أعرف شيئا منها ولا مطلع على شيء منها، ولكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه المختصرات وشروحها كفاية والحمد لله. جزاكم الله خيرا. له سؤال فيه أكثر من قضية، يقول في هذا السؤال: لي أخت كانت متزوجة من رجل، وهذا الرجل له صديق، المهم صديقه رأى أختي فعجبت فقام بعمل سحر لها حتى تم تطليقها من زوجها وتزوجها هو، وهذا الشخص كما ذكرت يتعامل بالسحر ولا يصلي إلا الجمعة، وأبونا يرحمه الله قبل وفاته أوصى بعدم دخوله البيت، بيت العائلة، ونحن لا ندخله البيت، فهل علينا إثم في ذلك؟ وماذا نفعل معه، خصوصا أنه يريد دخول البيت وإلا منع أختنا من زيارتنا؟ هذا من آفة نظر الرجال إلى النساء، هذا ما يجر إليه هذا العمل من السوء والعواقب الوخيمة. وأما قضية الزواج من أختكم وما بينكم وبينه من الاختلاف فهذا مرجعه إلى المحكمة الشرعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه لا يصلي وأختهم مع شيخ صالح، ماذا تقولون؟ يحفظكم الله. هذه دعواهم، لكن ما ندري عن الحقيقة. الله المستعان. لا بد أن يتقدموا للحاكم الشرعي وهو ينظر في القضية فيما لو كان الأمر حقيقة، وهو ما نحمل عليه رسائل الناس شيخ صالح. إذا كان الأمر حقيقة فإنه لا يحل بقاؤها معه، لأنه كافر وهي مسلمة، قوله تعالى: لا ترجعون إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول: أنا السائلة با باها من دمشق، لها قضية تقول فيها: أنا والحمد لله طالبة في الجامعة ولي مصروف خاص من والدي، وأنا في كل شهر أخصص المبلغ اللي أتصدق به، ولكن هذا المبلغ تقريبا قليل وأخجل أن أعطيه لإنسان محتاج، لذلك عندما أجد هناك في الطريق امرأة عجوز تبيع بعض ألعاب الأطفال وتبيع أطعمتهم، فهي والحال ما لكن لا تقبل الصدقة، لكني أشتري منها أشياء بنية أن أنفعها أيضا، هل أكون مأجورة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. هذه ليست الصدقة، هذه بيع وشراء، ولكن أعطي الصدقة للمحتاج ولو كانت قليلة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، صدقة وإن كانت قليلة، إذا كانت بنية صالحة ومن كسب حلال فإن الله جل وعلا يتقبلها وينميها لصاحبه، فلا تحقري من الصدقة شيئا، والمحتاج كل شيء ينفعه ولو كان قليلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة عقد عليها خطيبها العقد، في هذه الحالة هل يعتبر العقد بمثابة الزواج وتجب عليها طاعته في كل أمر، أم بماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. إذا تم العقد بين الزوجين بشروطه وأركانه فإن الزوجة تصبح مباحة للزوج بعقد النكاح، تكون زوجة له، فإذا طلب الدخول بها وتمكينه منها وجب ذلك، إلا إذا كان هناك شرط أو مانع شرعي يمنع من الدخول مؤقتا فإنه ينتظر زوال المانع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، فيما إذا فسخ العقد بينهما دون الدخول هل هناك أحكام معينة يجب اتباعها؟ إذا فسخ العقد يعني إذا أنهي العقد بفسخ أو طلاق قبل الدخول فإنها تكون بائنة منه ولا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإن كان قد سمى لها صداقا فإن لها نصف المسمى ويرجع هو بالنصف الثاني إلا أن يسمح أحدهما بنصيبه للآخر، وإن لم يكن سمى لها صداقا فإنه يمتعها، معنى أن يعطيها كسوة وشيئا يطيب خاطرها. قال تعالى: ومتعوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن صداقا فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بين سبحانه أن من سمي لها مهرا وطلقت قبل الدخول أنها تستحق نصف المهر ويرجع هو بالنصف الثاني، يرجع الزوج بالنصف الثاني، إلا إذا حصل تسامح من أحد الطرفين للآخر بنصيبه فهذا أحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل ورد تحديد في الكتاب أو السنة بمقدار المهر؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد تحديد في الكتاب ولا في السنة لتحديد المهر، ولكن جاء في الكتاب والسنة الحث على تيسير المهور وتيسير الزواج. قد رغب صلى الله عليه وسلم بتيسير المهور واستنكر على من يبالغ في المهر، لأن ذلك يكلف الزوج وربما يبعث في نفسه الكراهة لزوجته من كثرة ما أنفق في زواجه عليها، و كما في الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية مستمعة تقول: أنا لها بعض القضايا، في إحداها تقول: زوجي تارك الصلاة والصوم وكل فرائض الله، يسيء معاملتي، وأنا أبغضه في الله مما يجعلني لا أستجيب لطلباته في كثير من الأحيان، هل أكون آثمة إذا ما حصل مني ذلك وأنا كما أخبرتكم أبغضه في الله فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا صح ما تقولين أنه تارك للصلاة والصيام فهذا ليس بمسلم، ولا يكفي أنك لا تطيعينه في بعض الأمور، فلا بد من الانفصال عنه ولا بد من مفارقته، ولا يجوز لك البقاء في عصمته. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فهذا كافر، لن يترك الصلاة متعمدا كافر، ولا يجوز لك البقاء معه، فعليك بالمطالبة بالانفصال عنه وفراقه، ولا يكفي أن تبقى عنده وتعصينا في بعض الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: لم يكن لي دخل يكفيني لقضاء حوائجي وحوائج بيتي وأولادي، مما يجعلني أقبل الصدقة من الجمعيات الخيرية ومن أهل الخير، هل أنا آثمة بأخذ هذه الصدقات حيث أنني أريد أن أتحلى بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يكن يأخذ الصدقات؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، لا تحل لهم الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، أما غيرهم فتحل الصدقة للمحتاجين والفقراء والمساكين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآيات. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا كنت محتاجة حاجة ضرورية طعام والشراب والكسوة والمسكن وليس لك زوج ينفق عليك ويكفيك فإنك تحل لك الصدقة ولا إثم عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أصلي الفريضة وأنا واقفة، وفي بعض الأحيان يصيبني الفتور مما يجعلني أصلي النافلة وأنا جالسة، هل يجوز ذلك أو لا؟ يجوز صلاة النافلة من الجالس، فإن كان معذورا فأجره كامل له مثل أجر القائم، وإن كان غير معذور فإن له نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا بد من القيام فيها مع
القدر، قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهي في فريضة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمسحوا على الجوارب بالرغم من أنني مقيمة في البيت لكنني أشعر ببرودة شديدة في قدمي عند الوضوء، هل هناك من شروط للمسح على الجوارب وهل هي خاصة للمسافر أم تجوز للمقيم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يجوز المسح على الجوارب على الصحيح من قول العلماء بشرط أن تكون الجوارب ساترة للقدمين، تكون ساترة للكعبين وما تحتهما، وأن تكون صفيقة يعني ليست شفافة بل تكون صفيقة تستر ما وراءها، فإذا لبست هذه الجوارب وأنت طاهرة يعني متوضئة جاز لك المسح عليها. والمسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أصابني مرض في الرحم مما يجعل الطمث متواصلا نزول بعد الطهارة من أيام العادة الشهرية، كيف تكون الأحكام بالنسبة لي؟ جزاكم الله خيرا، وذلك بالنسبة للصوم والصلاة وسائر أنواع العبادة. إذا كان الدم ينزل باستمرار وأنت تعرفين أيام العادة فإنك تجلسين أيام العادة التي سبقت قبل حدوث هذا النزيف، فإذا انتهت أيام العادة فإنك تغتسلين وتصلين وتصومين. أما إذا لم تكوني تعرفي أيام العادة أو كنت تعرفينها ولكن نسيتيها فإنك تنظرين في الدم فما كان يحمل صفات الحيض من اللون لون الحيض أو ريح دم الحيض أو أن يكون دما ثخينا أسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دم الحيض أسود يعرف يعني يعرف له رائحة كريهة، فإنك تجلسين مدة الدم الذي يحمل صفة من صفات الحيض وما زاد عليها تغتسلين وتصومين وتصلين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف عين يسأل ويقول كيف يشفى الإنسان من مرض الوساوس والشكوك التي تخطر على باله وكيف يتخلص منها؟ جزاكم الله خيرا. هذه الشكوك والوساوس مرض نفسي وهي من الشيطان، فعلى المسلم أن يستعيد بالله من الشيطان وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يعمل بها وستزول عنه بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في الحياء الذي يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا ليس حياء وإنما هو ضعف وجبن وحور، فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. على كل مسلم أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف بحسب استطاعته على حسب هذه المراتب الثلاث التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعه الجبن والخوف من القيام بذلك. هذا ليس بالحياء، هذا جبن وضعف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في القطيعة التي تحصل بين الإخوة، هل من نصيحة لتجنبها؟ جزاكم الله خيرا. القطيعة بين الأقارب محرمة لأن الأقارب لهم حق على قريب جلة الحقوق العشرة التي أمر الله بالقيام بها وإعطائها لأصحابه، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الحق الثالث حق الأقارب من هذه الحقوق العشرة. وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم، كما في الحديث الصحيح أنه قال للرحم هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت رضيت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من فعل عبادة وحصل فيها شيء من الخطأ جهلا هل في ذلكم كفارة؟ إذا حصل فيها شيء من الخلل إنها لا تصح، إذا ترك شيئا من شروطها أو من واجبات العبادة أو ترك شيئا من أركانها إنها لا تصح، لا
عليه أن يعيدها صحيح، إلا إذا كثرت وطالت فإنه يستقبل أمره بإكمال العبادة وأن بها على الوجه الصحيح ويعفو الله عما مضى. فإن الرجل الذي كان يسيء في صلاته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يسيء في صلاته علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ونبهه على ما كان يفرط فيه ولم يأمره بإعادة ما مضى. فإذا كان هذا التقصير ناشئا عن جهل وطالت المدة وتكاثرت العبادات التي فيها خلل فإنه يستقبل أمره بالحزم والحيطة وما مضى يعفو الله عنه. أما إذا كانت عبادات قليلة ويمكنه استدراكها وقضاؤها فإنه يقضيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.